الانتاج ينتج كميات كبيره تغطي اسواق المملكه بالكامل، واحيانا يكون في فائض، نعم، يعني بالاف المئات الالاف من الاطنان من الفاكهه. طيب كيف هي الاسعار في هذه الايام؟ الاسعار تتراوح طبعا النخب الاول والثاني والثالث، النخب الاول يتراوح من 1300 الى 1600، والنخب المتوسط الى 1200، والنخب الثالث يبدا من 700 الى 800 ريال للناخرات الصغيره اللي يتباع في المنطقه هذه وبعدين تروح للشحن. نعم. والموسم يستمر لمتى؟ يستمر الا بعد العيد ان شاء الله، عيد الاضحى، يعني في حدود 3 اشهر. نعم. طيب ماذا عن الاجراءات الاحترازيه لديكم هنا في السوق؟ الاحترازيه على على افضل شيء، زي ما انت شايف العالم كله بترش، والبلديه شغاله والشرطه شغاله وجميع الاجهزه، لا يدخل يسمح بدخول اي شخص بدون كمامه وبدون اجهزته معه نهائيا، يتخصص درجه حراره عند الدخول، والبوابات فيها ادوات التعقيم واجهزه شغاله على مدار الساعه، وكل الامور تمام بالنسبه له، ولا جميع الاجهزه الحكوميه معنا في هذا الموضوع يعني على مدار الساعه. طيب نطلع برا الموضوع شوي، بالنسبه للمنتجات الزراعيه التي في الايام القادمه، هي باختصار هي طبعا تبدا فاكهه العنب، العنب بيبدا الاسبوع القادم باذن الله في منطقتنا، نعم، كمنتج فاكهه. اما بالنسبه للخضار على مدار العام خصوصا منتجين، البطاطس ومادة البصل. طيب عن تواجد الشباب السعودي هنا في السوق؟ كل الإدارات سعودية، ما عندنا أي إدارات غير السعودية، وأنت عارف. أما بالنسبة للشحن والتفريغ وعمالة، لازم سواعد رجال، لازم يكون في عمالة بالنسبة للإنتاج وما الإنتاج في ظروف الشمس مهما قضى. أما المشرفين والمسؤولين كلهم سعوديين الشباب، الله يعطيهم العافية. جميل، شكرا سعود الحنتوشي، شكرا مدير الشركة المشغلة لسوق الحبحب والشمام، وكما هو معروف للجميع حبحب ساجر الذي معروف هو بكبر حجمه ولذة مذاقه وأيضا احمرار لونه. بالتأكيد ساجر تستمر حتى عيد الأضحى، وتورد الحبحب والشمام بمختلف أنواعه إلى جميع مناطق المملكة. نعم، إذن كان معنا من ساجر مراسل الإخبارية حمد بن حسين، شكرا لك.